الآن وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، أنا برحب بك. آخر التفاعلات في هذه اللحظات التي نتحدث فيها بعد تلك الأخبار التي أوردناها. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل هناك سباق كبير ما بين التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني من خلال عمليات القصف المتبادل بين حزب الله من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، والسباق من الطرف الآخر هو السباق الدبلوماسي والسياسي، حيث زار العاصمة اللبنانية بالأمس وزير خارجية بريطانيا في زيارة الهدف الأساسي منها هو احتواء التوتر في الجنوب اللبناني. كما كان هناك حوار لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان، هذه المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، وكان الحوار بهدف استطلاع ما يحدث وما يدور وسبل احتواء التوتر في الجنوب اللبناني. ميدانيا ربما وتيرة العمليات أقل من مثيلاتها على مدار الأيام الماضية، كانت هناك عملية واحدة فقط لحزب الله اليوم في اتجاه هدف إسرائيلي في محيط مزارع الشبعة المحتلة، وفي المقابل كانت هناك العديد من العمليات سواء القصف المدفعي أو الغارات الجوية على عدد من أطراف البلدات بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في الجنوب اللبناني من قبل جيش الاحتلال. هذه المناطق لم تسفر عن أي خسائر بشرية على خلاف ما تم على مدار الأيام الماضية. أما على الشق الدبلوماسي فربما الحديث الأساسي نعم. طيب أحمد، كنا نتحدث عن تخفيض وتيرة العمليات، هل هذا يشفي لنا بشيء ما؟ لأنه ذلك ربما يتناقض مع ما يقوله الجانب الإسرائيلي من تصريحات رسمية، تحديدا وزير الدفاع الإسرائيلي، ونتابع يوميا ما يتحدث به بشأن هذه الجبهة. نعم، وتيرة التهديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هي متسارعة. الجيش الإسرائيلي تحول من العمليات المفتوحة والقصف المتواصل لكافة البلدات إلى العمليات النوعية التي يستهدف بها إما أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني أو قيادات لحزب الله عبر مسيرات مثلما حدث على مدار الأسبوعين الماضيين. فبالتالي هذه العمليات النوعية يقابلها في الجانب الآخر هو تخفيض لوتيرة القصف العشوائي والمتواصل في بلدات الجنوب اللبناني. القصف اليوم متركز في أطراف البلدات بعيد عن المناطق السكنية، ربما في المناطق التي يمكن استخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية. أيضا وتيرة العمليات لحزب الله، فبعدما شاهدنا قرابة 13 عملية في يوم واحد قبل قرابة 3 أيام كانت وتيرة العمليات أمس الأول وأمس أهدأ، اليوم وتيرة العمليات أيضا أهدأ، هي عملية واحدة فقط التي أعلن عنها حزب الله منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك في مقابل 13 عملية قبل قرابة 3 أيام أو 4 أيام. فبالتالي وتيرة العمليات ربما تكون أهدأ، وذلك ربما أيضا بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة على مدار الأسابيع الماضية. على مدار الأسابيع الماضية ومنذ بداية العام فقط وحتى اليوم زار العاصمة اللبنانية بيروت 4 وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي، زار أيضا المبعوث الرئاسي الأمريكي أمس كوشتاين زار العاصمة اللبنانية بيروت، كانت هناك أيضا زيارات كثيفة لعدد من المسؤولين من أجل التهدئة في الجنوب اللبناني. وربما المؤشرات تقول أن هناك توافق على التطبيق الكامل للقرار 1701، ولكن ما يريده لبنان الآن هو وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي بلغت أكثر من 35 ألف انتهاكا منذ إصدار القرار 1701 عام 2006 وحتى اليوم. ربما الجانب الآخر هو تأمين الدعم الكامل للجيش اللبناني لكي يستطيع القيام بالمهام التي كلفته بها أو التي كلفه بها القرار 1701 من حيث نشر عدد أكبر من جنود الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني، أيضا ربما توفير العتاد والسلاح اللازمين لدعم الجيش اللبناني من أجل فرض وبسط سيطرته على الجنوب اللبناني بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. ربما أبرز الزيارات كانت من دول لها عدد من الجنود في اليونيفيل مثل فرنسا وألمانيا وأيضا إيطاليا وأسبانيا، فكل هذه الزيارات الهدف الأساسي منها أيضا دعم الجنود من هذه الدول، هم من 47 دولة على مستوى العالم المتواجدين ضمن قوة اليونيفيل في الجنوب.
طيب أحمد، على ذكر هذه التحركات الدبلوماسية الحثيثة كما ذكرت أنت، هناك أيضا زيارة مرتقبة مرة أخرى لأموس هوكشتين المبعوث الأمريكي. ما المتوقع أو ما المنتظر من هذه الزيارة المرتقبة والتي ربما قد تتزامن مع زيارة بلينكن للمنطقة خلال الأيام القادمة؟ ربما المتوقع خلال الفترة المقبلة هي بلورة جدول عمل أو خارطة طريق من أجل كيفية التنفيذ الكامل للقرار 1701. التصريحات التي تخرج من العاصمة اللبنانية بيروت في الوقت الحالي تقول أن ربما لبنان أقرب للتهدئة من الحرب، ولكن ربما تحدث أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالأمس أن ربما ما يؤكد أو ما يضمن إبعاد لبنان عن شبح الحرب هو وقف الاعتداءات الموجودة على قطاع غزة. فبالتالي مع تزايد الأحاديث عن قرب وجود صفقة للتوصل إلى هدنة جديدة وتبادل للأسرى، فبالتالي الجبهة اللبنانية ستكون أكثر هدوءا من الفترة الحالية، وربما يصل إلى الهدوء التام. وربما أيضا الداخل اللبناني وعدد كبير من الأطراف الدولية ترى أن هذه هي الفرصة المناسبة من أجل إحلال السلام الشامل في الجنوب اللبناني. هذا السلام المنشود منذ عام 2006 والذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. لبنان يريد ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية سواء البرية أو البحرية أو الجوية للسيادة اللبنانية، يريد الانسحاب الكامل لإسرائيل من كافة البلدات اللبنانية المحتلة حتى الآن، وذلك في مقابل إخلاء منطقة الجنوب اللبناني من كافة مظاهر العمل المسلح بخلاف الجيش اللبناني تدعمه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. فهذه هي خطة العمل التي ينتظرها لبنان من الزيارة المرتقبة للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين خلال المرحلة المقبلة. إذن أحمد، نحن الآن بصدد ربما ربط شديد بين ما يحدث في غزة وهذه الهدنة المرتقبة التي يقف اليمين الإسرائيلي المتطرف عقب أمامها في هذه اللحظات، وربما كل التصريحات الآتية منهم تقول ذلك. ماذا إن لم تحدث هذه الهدنة بشكل أو بآخر، أو كان الجانب الإسرائيلي عقب أمامها بشكل أو بآخر، هل هنا احتمالات لتصعيد على هذه الجبهة تتزايد أو قد تنفجر الأمور بشكل أو بآخر؟ بالتأكيد ما لم يتم التوصل إلى تهدئة وهدنة في قطاع غزة ربما تشتعل الجبهة اللبنانية مجددا وتتصاعد وتيراتها مثلما حدث في الهدنة الماضية. بعد الهدنة الماضية كان الهدوء التام في الجنوب اللبناني، ولكن بعد عودة الأعمال القتالية مرة أخرى وعودة التوتر مرة أخرى كان بوتيرة أكبر بكثير من ما قبل الهدنة وقبل التهدئة. فبالتالي إذا لم يتم التوصل وفقا للمعطيات الأولية وفقا لما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة وهدنة في قطاع غزة، فبالتالي الجبهة اللبنانية لن تهدأ خلال الفترة المقبلة، وربما تكون العمليات مرشحة للتصعيد. مؤكدا أن هذا التصعيد له انعكاسات كبيرة جدا على الداخل اللبناني سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو أيضا الاجتماعي. صحيح. هناك أكثر من 85 ألف مواطن لبناني تركوا منازلهم في الجنوب اللبناني جراء القصف الإسرائيلي المتكرر للبلدات في الجنوب. وبالتالي أيضا أحمد، هذه التداعيات تنعكس أيضا على الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر، هذه التداعيات الاقتصادية تحديدا التي ذكرتها أنت، أو حتى إخلاء المستوطنات في هذه المنطقة. لكن كيف يرى الجانب اللبناني أحمد، أو كيف يرى الداخل اللبناني حسابات الجانب الإسرائيلي بالذهاب للتصعيد حسب ما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يوميا ربما، وهم لم يحققوا أي إنجاز يذكر في غزة حتى الآن، ربما ليس إلا سوى التدمير في القطاع؟ نعم، كما تقولين فإن الجانب اللبناني ينظر إلى أن ما تحقق في غزة هو التدمير الشامل للمدنيين. حتى ما يحدث في الجنوب اللبناني كان متركز خلال الفترات الأولى من التوترات على استهداف المدنيين أيضا، ولكن في الجبهة اللبنانية وما يقابلها من الجبهة الإسرائيلية هناك سكان تركوا منازلهم سواء في الجنوب اللبناني أو في الشمال الإسرائيلي. ما تريده إسرائيل وما يريده لبنان أيضا هو أمر متطابق، هو عودة السكان سواء للجنوب اللبناني أو للشمال الإسرائيلي، وهذا أيضا وفقا للمبادرة التي
تحدث عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. وأيضا هذا ما يدور في كافة الاجتماعات واللقاءات للمسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان على مدار الفترة الماضية، وتحديدا هذا الحديث كان مسار نقاش ما بين أموس هوكشتاين ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. فمثلما يريد سكان الشمال الإسرائيلي العودة إلى مستوطناتهم مرة أخرى، يريد أيضا سكان الجنوب اللبناني إلى العودة إلى مزارعهم التي تضررت. هناك أكثر من 500 فدان تضرروا جراء القصف الإسرائيلي المتكرر للبلدات الجنوبية. هناك بنى تحتية تهدمت، هناك شوارع توقفت الحركة فيها، هناك أيضا شبكات الكهرباء والطرق والاتصالات. كل هذه البنى التحتية تضررت جراء القصف الإسرائيلي، وهذا ما يريده لبنان هو عودة السكان مرة أخرى إلى منازلهم بأمان. طيب أحمد، إذا وسعنا ربما دائرة النظر بشكل أو بآخر على الإقليم، وهذه الخطوة الانتقامية المرتقبة من الجانب الأمريكي ضد إيران في عدد من المناطق أو في عدد من الدول، وبحسب التصريحات الأمريكية ستستغرق أيام أو حتى أسابيع، حسابات الجبهة الجنوبية للبنان إذا ما حدث ذلك وحزب الله أحد أذرع إيران في المنطقة، أم أنه سيكون بعيدا عن هذه الحسابات وسيكتفي فقط بإرهاق إسرائيل؟ بالتأكيد حزب الله والجبهة الجنوبية لن تكون بعيدة في مثل هذا التوتر إذا ما تصاعد على مدار الأيام المقبلة. خلال هذا الأسبوع الذي ينتهي كانت هناك عملية مؤثرة لحزب الله باتجاه أهداف إسرائيلية، وحينما تحدث حزب الله عن هذه العملية التي استهدفت دفاعات جوية واستهدفت أيضا منظومة القبة الحديدية في الجانب الإسرائيلي، كان الحديث عن هذه العملية هي صقرا لاستهداف مواطنين لبنانيين في الجنوب، وأيضا لاستهداف أيضا عدد من المواطنين وعدد من القيادات في سوريا. فبالتالي الرد على العمليات التي تجري في سوريا كان من الجبهة الجنوبية في لبنان، وبالتالي حال حدوث أي تصعيد أكثر من هذا الوضع بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي الجبهة اللبنانية لن تهدأ وستكون طرفا بكل تأكيد، وذلك وفقا للمعطيات من خلال العمليات التي تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية. منذ على مدار أيضا الفترة الماضية والأسابيع الثلاث الماضية فقط كانت هناك العديد من العمليات في سوريا، وخلال هذه العمليات كان حزب الله اللبناني ينهي عدد من مقاتليه وعدد من عناصره وقيادته أيضا في سوريا. فبالتالي هناك استهداف أيضا لحزب الله في سوريا في العمليات التي تنفذ هناك على الأراضي السورية. إذا ما حدث أي تصعيد في أو توتر أكثر في العلاقات وفي الوضع بين إيران والولايات المتحدة، فبالتأكيد الجبهة اللبنانية لن تهدأ. ولذلك الحديث هو عن تسوية شاملة تبدأ بوقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي تهدأ كافة الجبهات ومن بينها الجبهة اللبنانية، لتكون أمام فرصة تاريخية للترسيم الكامل وإعادة أو تطبيق الكامل للقرار 1701 لإعادة الهدوء للجنوب اللبناني مرة أخرى. شكرا أحمد سنجاب مراسلنا من بيروت على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات.